وكل يوم بيظهر مؤشر جديد عن نية إسرائيل وتخطيطها لتهجير أهل غزة لسيناء، وده باعتراف نتنياهو نفسه. ومين بقى اللي نشر الخبر؟ القاهرة الإخبارية بتاعت أحمد الطهري، فلوس المخابرات، ودي اللي بتعتبر القناة المتحدث الرسمي باسم نظام السيسي. بعد نفاذ مراحل النزوح، نتنياهو يعترف بمخطط تهجير أهالي غزة إلى دول أخرى. يعني تخيل. أنا بقى ليا تعليق على الخبر ده. هو اللي حصل إنه نتنياهو لما تبعت الخبر ده، الخبر بالنسبة لي في حاجة سخيفة. اللي حصل إن الخبر نزل كالآتي حسب ما جاني أنا، حسب ما أنا تابعته. يعني نتنياهو كان قاعد في اجتماع مجلس الوزراء المصغر بتاعه، قال لهم إن أنا ببحث مع دول تانية قبول هجرة طوعية من غزة ليهم. ده أول حاجة سمعتها بعد البحث. يعني تاني خبر على طول بيقول إنه في يعني مشكلة، إنه الدول يعني حتى الآن يعني في مشكلة. يعني أنا هقول لك، أنا بدون علم يعني، بس هو إيه ظن، يعني ظن كده، إنه أظن إن نتنياهو وقعد مع مجلس الوزراء قرر يضرب الخبطة دي، إنه يقول إيه، إحنا بنبحث مع دول تانية قبول هجرة طوعية. أنت هتلاقي عندك الخبر ده بيبو، قبول هجرة طوعية من غزة إلى أوروبا أو دول تانية، يعني مش أوروبا بس، يعني العالم كله. معرفش ليه أنا قريت الخبر ده كده، أما قعدت أفكر فيه قريته إن نتنياهو بيقول للسيسي ها هتشتري ولا نشوف غيرك. يعني زي أنت كده لما تروح لبياع وتقول له بكام دي يا حاج، يقول لك ب35، تقول لا ده في المحل التاني ب25، يقول لا خلاص سيبها شوف المحل التاني. طب بس نتفاهم؟ لا مش هتفاهم. يعني اهو صح كده، هجرة طوعية لأهل غزة، نتنياهو يقر نعمل على ذلك. انا شفت كده ان قصة ان نتنياهو حب يوصل ده للسيسي، فكرة اني عندي مشتري تاني، هتشتري ولا هتوافق ولا اشوف حد تاني. وهو يعلم، لان نتنياهو ده خبيث ووسخ، يعني هو يعلم ان التاني دني وان التاني في عرض مليار دولار. فلما يطلع يعني تصريح زي ده يخلي السيسي يقول لا، طب ده نتنياهو هيشوف حد تاني. يعني انا حسيت انه ده تصريح كده، المفاد الرساله بتاعته يا سيسي جاي ولا الدور الجاي، جاي ولا مش جاي، هتشيل الليله ولا هنشيلها لحد تاني، وهيشيلها ارخص على فكره. انا قريت التصريح كده لانه مفيش دوله في العالم هتقبل ده، غير ان الفلسطينيين مش هيقبلوا، يعني سيبك من دي. يعني انما مفيش دوله في العالم، دوله العالم كله بيعاني من الاقتصاد بتاعه، في دوله هتقبل 2 مليون بني ادم فجاه يطبوا عليها كده، او مليون حتى يطبوا عليها مليون بني ادم كده وسلام عليكم احنا عايشين معاكم هنا يلا بقى، وطبعا جايين من محنه وجايين من حاجات وعايزين ادويه وعايزين تعليم وعايزين صحه، قصص كبيره. يعني الدول بتحسب زيادات المواليد بتاعتها بالنفر، فجأة يجي لهم مليون شخص كده، 300,000 500,000 شخص، مش معقول. فأنا حسيت إن نتنياهو بيقول الخبر ده من باب إنه يقول للسيسي أنت هتيجي وتشيل الليلة دي ولا أشوف حد غيرك، لأنه قال ده في اجتماع مجلس الوزراء. في نفس الوقت اللي بيتم فيه كلام عن تهجير أهالي غزة لسيناء، بيتم تجديد حبس العودة لقراهم، اللي هم الناس اتهجرت من قراهم. فاكر انت في ناس من اهالي سيناء اتهجروا وقال لهم اطلعوا لحد ما نحارب الارهابيين، خرجوا وبعدين ما رجعوش لحد دلوقتي، فتظاهروا عشان يرجعوا، اتجدد حبس بقى 8 منهم دلوقتي حق العودة. فهو انت تبون تعملوا، واحد هيقول لي السيسي قال مفيش تهجير، مفيش تهجير، كلام نهائي. هو انا السيسي ده ملوش كلام نهائي اصلا، امال هجر اهالي سينا ليه؟ وليه مش عايز يرجعهم؟ وليه عمل مدن في سيناء ومحدش ساكن لحد دلوقتي، مدن اشباح؟ ده اللي ذكره تقرير لموقع نشره موقع عربي 21،
لا عودة للقبائل ولا توطيد للغزيين لمن يبني السيسي مدن عالية الأسوار بسيناء. لمن يصر النظام المصري على حرمان آلاف من أهالي شمال سيناء من حق العودة لمناطق سكنهم الأساسية قرب الحدود مع قطاع غزة إلى جانب استمرار حملة الاعتقالات؟ وجاء ذلك التوجه بعد قرار سيسي بتهجير آلاف السكان 9 سنين في رفح والشيخ زويد. ورفح دي جزء منها في فلسطين، في رفح المصرية ورفح الفلسطينية. طب وانت وبني عمارات هناك ليه وبيوت بأسوار ليه؟ لمين؟